في المقابل الجبهه العربيه او الدول العربيه التي كانت قد عقدت قمه ومؤتمرا وفقا مع منظمه التعاون الاسلامي وغير ذلك أوه. الذي رايناه نحن ونحن ايضا لا ندري بكل الكواليس صحيح. والسياسه فيها صحيح. بعض الاشياء صحيح. صحيح. غير معلنه وهذا صحيح. امر لابد صحيح. ان يفهمه الجميع صحيح. صحيح. أن هناك وساطه أوه. عربيه وكانت هناك مجهودات امام الجمعيه العامه للامم المتحده أوه. و الوسطة في هذه المرة أخذت أدوارا في مراحل متقدمة دكتور أكثر من المرات الماضية حتى الشكب والتنديد محمد. كان هذه المرة من فهم. دكتور في محمد. المنطقة باء وليس في المنطقة ألف كما يقولون أنت بتتعامل مع عدو مش عادي مم. ليه رب العدو ده اللي وصفه لما ربنا يقول كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. الله, ويسعون في الارض فسادا ده اللي خالقهم اللي بيعرفه دي م. مش كده وبس يا دكتور محمد لا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ايه اللي يحصل يا دكتور محمد م. فريقا كذبوا وفريقاً, وفريقا يقتلون. يقتلون دول الانبياء في اعز منهم يا دكتور محمد على الاطلاق مش كده وبس او كلما عهد او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم يعني يا دكتور محمد حتى لو جت حكومه تعمل الوقت تتفع على كده تحت الضغوط يقوموا بعدها باسبوعين او بشهر يشيلوا الحكومه اللي يقوموا الحكومه, الحكومة الجديده تقول لا احنا غير ملزمين على الاطلاق عشان ينقضوا هذا العلم متفقين مع بعض مع دكتور محمد ولذلك ربنا لما بقول ايه يا دكتور محمد فبما نقضهم ميثاقهم ايه اللي حصل؟ لعناهم دول ملعونين اللي بيقتلوا يعني المجرمين المغتصبين ما بتكلمش عن ليسوا سابر ما بعممش خدت بالك يا دكتور محمد مش كده بس وجعلنا قلوبهم قاسيه انا يعني عارف ايه مفيش ما فيه هنا اي شيء على الاطلاق مش كده لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه يا دكتور محمد ولا له قال لك احنا بنحارب حيوانات م. خلي بالك من والاصرار ال... على التصريح حتى صرح به مره اخرى لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا هم اشد الناس عداوه الى ان تقوم ساعة ما في شوف ولا ترضى عن اليهود حتى ايه؟ حتى تتبع ملتهم في حاله واحد روح قول لهم بقى يهود زيهم عادي ساعتها يردوا عليك طيب. حتى لا يا دكتور محمد فضل. ده انا عايز اقول يعني اما يجي سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اللي هو الرحمه المهداه يقول ايه يا دكتور محمد لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الحديث موجود في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع ولما سيدنا النبي يقول ايه دكتور محمد لا أدع فيها إلا مسلما خدت بال حضرتك ازاي في صحيح الجامع من طريق عمر أخرجوا اليهود النبي وهو بيموت يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب والحديث في صحيح الجامع برقم 232 أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب هو طبعا ما يقصدش يقصد أهل الشر منهم وأهل كيد غير المسالمين خدت حضرتك ازاي م. الى اخره النبي لما يقول ايه لو امن بي عشرة من اليهود لامن بي اليهود لو عشرة بس منهم يؤمنوا بالنبي محمد كان اليهود كلهم امنوا به في صحيح الجامع رقم 5232 يا دكتور محمد بعقول شيطانيه ولذلك اي ضماناته كده لكن تعرف العرب هم ممكن هم قدامهم بيراهنوا على حاجه انا اقولها لك اتفضل ان عشان التطبيع يكتمل مع بقية الدول والنماء الاقتصادي يدخل وتبقى فعلا سلام مقابل سلام بقاش كذا الى اخر هذه الامور لا نوقف دي بقى شوية وفي نفس الوقت ان نعيد دولة دولة فلسطين بمعنى نعترف بدولة فلسطين عشان تعيشوا في امان وهم يعيشوا في امان بس الدولة دي هتبقى منزوعة السلاح منزوعة السلاح يعني ما فيش اي خطورة عليك وعلى الاطلاق فالدول العربية الورقة اللي بيعملوها الوقت والوحيدة اللي في ايديهم لان لا هيهددوا بالبترول ولا هيهددوا بطرد السفر ولا الكلام ده ليه لان اليهو... امريكا من ورا وال... وبريطانيا من ورا اسرائيل كت. ما انتش قادر فبيقولوا لهم الوقت يا جماعة كله هيطبع والاقتصاد هيبقى كيت والامور هتبقى وسلام مطلق معاكم بس اعملوا هذا الامر ومش كده وبس مش هيبقى بقى لا ده احنا كمان هنخلي الدوله اللي بنقول اعترفوا منزوعه السلاح م. ولذلك يا مصر نفسها اعلنت ادوا ادو لاسرائيل الحدود على حدود حزيران 67 دولتهم م. وتبقى منزوعه السلاح الاردن قالتها كل المنطقه العربيه السعوديه قالتها كله قال ليه؟ لان دي هيبقى فيها هيبقى فيها بقى حفاظ على الدوله الفلسطينيه عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه ظهور الدوله الفلسطينيه من جديد هو وهذا يا دكتور هو هو يعني الحل اللي ممكن بس أنا لا أثق في اليهود ولا في هؤلاء مع احترام الأمريكيين والبريطانيين دول معاهم مخطط خاطر الله أعلم بما في رؤوسهم